سلام، اليوم غادي نوريكم الغداء اللي كناكلو هنايا في لاكونتين ديال لونيفرسيتي ديال فودان في شنغهاي. دونك هادو سباغيتي بلا شريمبس بلا لي كروفيت، فوالا كاتوك الروز لا بغيتيه. حنا هنا في لاكونتين، ها نتوما لي زوين. انا اللي عجبني هاد البلاصه هادي، علاش ها علاش تاكل قدامك اللي بغى يقرا، اللي بغى يشوف شي كتاب، يدير اي حاجه. فوالا هذا هو لافونتاج. هيا تما كاين، تما كاين مول العصير بحال هاد ديال بون، ماشي المحلبه ديالنا حنايا صناعيين افوار، مي او موان كيدير لك العصير فخي، كيدير لي يوم دي فخي. دونك الو هنا لي زوين في كل جامعه في لاشين، كاين واحد البلاصه اللي كتكون فيها الاكل حلال، وكاين حتى بلايص اخرين كيعرفوك انت مسلم، كيديروا لك الماكله عارفينها اللي ما فيها حتى شي حاجه، يعني كتاكل بحال باسباغيتي بلي شامبينيون بلي كروفيت، عاد ما فيها حتى شي حاجه اللي هي اللي فيها الحلوف ولا كيف شي. دونك هذا هو لافونتاج، وبيان سور الثمن كيكون رخيص بزاف. هنا ملي كتاكل في لاكونتين كنظن تقريبا هذا كيظن شي 30 درهم تقريبا. فوالا اون توليكا، دونك كنحاول نشارك معكم روتيني اليومي هنايا في الجامعه. دونك كيفاش كنحاول زعما نعيش مع هاد الطلبه ومع هاد النوفو سيستيم اللي هو شويه مختلف هنايا في الصين بالمقارنه مع بعض الدول، ولكن انا غاديه. هذا هو المطعم الرئيسي، راه كبير بزاف، فيه جوج طبقات. غنخد غير واحد الفكره بسيطه باش ما نصوروش الناس. دونك هذا غير الغيت شوسي، عاد كان بروميير ايطاج تاول فيه الماكله ومختلفه، كل واحد اللي بغا ياكل اي حاجه. وعاد حنا في الدوزيام ايطاج الماكله اللي فيها حلال. دابا نعاود نطلعك انت الفرق باش تشوف. شوفوا هاد الفرق تاعي، ولكن غير سلفني باش ما نصورش الناس. زعما لي زوين كيحاولوا يفكروا جميع الثقافات وجميع يعني الشعوب، كل واحد شنو كيبغي ياكل. دونك داس فاي دايرين بليزيوغ شوا. فوالا هذا الطبقة الأولى هنايا ديال المطعم. تما لهيه عندهم واحد مخبازة، هنا ما كياكلوش الخبز بزاف بحال دابا خديت تيبا حاولت، عندهم دي بغيوش عندهم داكشي، ولكن ماشي بحال المغرب بحال بلاد أخرى. دونك هما هنا كياكلو بزاف الروز، ولكن المهم أون لو شوا أنتخ دي بتي كافي دي بتي كخواسون دي بتي بغيوش. دابا نطلعو الطبقة الثانية. One second. Okay.
اخر حاجه نقول لكم على هذه القضيه ديال لي ريستورون كيكونوا هنايا ديال لي كونتين في الجامعه، كيبدا مع 11 كيسالو مع ما بين الوحده والجوج، تاعش كيساليو من بعد كيعاود يحلو بين الربعه الربعه ونص كيسالو مع 8 ديال الليل. هذا هو التوقيت اللي عندنا هنايا في المطاعم ديال الجامعه.